وما زلنا نتابع معكم أجواء الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، ونذهب إلى المقر البابوي الآن، حيث يستقبل البابا تاودر ثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل أحمد السيد أحمد أبو الغيط، الذي يقدم التهنئة إلى البابا وأقباط مصر جميعا. إذن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط موجه التهنئة إلى قداسة البابا تاودروس بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.